صباح الخير يا تامن. اليوم إن شاء الله رح نكمل الجزء الثاني من الدرس الأول اللي هو بيد العمل. إذا متذكر المرة الماضية أخذنا شو تعريف الباوربوينت، حكينا هو برنامج يستخدم لإنشاء ملفات تسمى عروض تقديمية، الهدف منها تقديم المعلومات أو شرحها أو توضيحها في المحاضرات. حكينا 4 فوائد للبرامج العروض التقديمية، حكينا كيف نبدأ العمل، حكينا بنروح على ستارت، من ستارت اول بروجرام بروح على مايكروسوفت اوفيس وبختار الباوربوينت، تمام؟ وفتح عندنا برنامج باوربوينت، اخذنا 5 اجزاء رئيسية لنافذة الباوربوينت. حكينا اول جزء هو جزء شريط العنوان، ثاني جزء التبويبات والادوات الخاصة فيه، بعدين هذا الجزء حكينا جزء الشرائح والمخطط التفصيلي، حكينا هذا حيز العمل، واخر اشي حكينا شريط المعلومات، وحكينا كل جزء ايش بيحتوي وفصلناه بالتفصيل. اليوم ان شاء الله بدنا نحكي كيف نبدا العمل مع الشرائح. هلا عشان ابدا العمل انا مع الشرائح بتتم عن طريق ادخال النص، وعن طريق تغيير حجم مربع العنوان، وعن طريق تغيير موقع المربع العنوان، تمام؟ وكيف انا انسق الخط اللي انا بكتب فيه داخل الشريحة، تمام؟ هل أنا لما أجي أشغل برنامج الباوربوينت، تمام؟ بتظهر شريحة تلقائية، تمام؟ هاي أول شريحة بتظهر عندي، بتكون موجود كيف أنا لما أفتح برنامج وورد بتكون في عندي صفحة فاضية، نفس الإشي لما أفتح أنا الباوربوينت بيكون في عندي سلايد، أو بتكون عندي شريحة تلقائية بتكون موجودة بحيز العمل. هاي الشريحة اسمها شريحة العنوان. إذا شو اسم الشريحة الموجودة بي لما افتح الباوربوينت؟ اسمها شريحة العنوان. شو اسم التلقائي للملف اللي بفتحه بالباوربوينت؟ اسمه Presentation 1 او عرض التقديمي 1. شو اسم الشريحة؟ بدي افرق بين اسم الملف واسم الشريحة التلقائية. الاسم التلقائي حكينا Presentation 1 او عرض تقديمي 1، الشريحة التلقائية اسمها شريحة عنوان، تمام؟ هلا شريحة العنوان يا مس بتحتوي على مربعين، تمام؟ مربع الاول بيمثل عنوان رئيسي، هي Click to add title. العنوان الثاني هي Click to add subtitle، اني احط عنوان فرعي. اذا بدنا نعرف انه الشريحة التلقائية لما افتح برنامج الباوربوينت اسمها شريحة العنوان. ايش بتحتوي شريحة العنوان؟ بتحتوي على مربعين، المربع الاول الخاص بالعنوان الرئيسي، والمربع الثاني الخاص بالعنوان الفرعي، تمام؟ هلا عشان يا امس انا ادخل النص داخل هاي المربعات، اول شيء بروح على المربع اللي انا بدي ادخل النص فيه، تمام؟ بضغط دبل كليك عليه، يعني بالفقرة عن طريق المؤشر الشمال، او عفوا الكبسة الشمال من الفقرة، تمام؟ وباجي بكتب مثلا انا هلا بالانجليزي مكتوب، بحاول اكتب بالعربي بحكي المحافظة، اكتب على المياه، تمام؟ يعني انا بروح على المربع اللي بدي اياه وبضغط عليه بالفقرة. هلا لو بدي انا اعمل سبتايتل يعني عنوان فرعي للعنوان الرئيسي، شو رح اجي احط المؤشر فياته؟ شوفوا لما حطيت المؤشر فياته صار حواليه مربع، تمام؟ رح اجي بكتب، اكتب كيف نعمل على ترشيد استهلاكنا من المياه، اوكي؟ طبعا انا هيك دخلت عنوان رئيسي وعنوان فرعي بالشريحه الموجوده عندي. هلا ثاني شيء رح نحكي عنه يا مس، تغيير حجم المربع. هلا في احيانا يا مس لما نيجي احنا نكتب داخل المربع بيكون حجم يعني حجم المربع ما بتناسب مع محتوياته، تمام؟ فاحنا بنضطر الا نكبر او نصغر او نزيد عرض او ننقص من العرض بناء على حجم المحتوى، تمام؟ هلا لو نيجي هون مثلا شوفوا انا هذا عندي المربع كبير، تمام؟ بدي اجي اصغره، بروح يا مس اول اشي بحدد، يعني بضغط على مثلا شوفوا انا هون باجي على الكلمه اللي بدي يعني المربع تبعها اللي بدي اغيره، بضغط عليه، شوفوا ظهر انا عندي هذا المربع، هذا المربع شوفوا فياته مربعات صغيره، تمام؟ باجي عليها يا مس، شوفوا لما يصير شكل المؤشر سهمين متعاكسين لليمين ولليسار عن طريق السحب والافلات، شوفوا انا هيك صغرت المربع، تمام؟ هلا بدي اصغر من عرضه، تمام؟ باجي على الاعلى لما يصير السهم متعاكسين يمين ويسار، شوفوا انا صغرت المربع عندي، شايفين يا مس؟ وبقدر اجي اكبره، باجي على الزوايا مثلا شوفوا لما يصير سهم متعاكس بسحب وبكبر. هذا بالنسبه لتغيير حجم العنوان. بدي اعرف انه هذا السهم شايفين كيف شكله اللي بيكون هيو هيك، بيكون يعني سهم له يمين ويسار او اعلى واسفل بناء على انا من وين الجهه اللي بدي اكبر واصغر فيها. هلا كيف انا بدي اغير موقع مربع العنوان؟ شوفوا يا مس
بروح أنا على